عندنا ما خبر عندوش. مهم، مش النهارده بلية الدلدول نزل بيطلع مع مراته وبيطلع وحده وبيطلع بالتلفزيون والبلية لعبت معاه، فبما انه حاقد لازم تقول الخبر ده وتعلق عليه، بما انه حاقد وبيبص الرزق اصحابه وقلب اسود وما تقلعوش من جزمتك لا مؤاخذه يعني. خلينا نقول للناس زي ما كان بيقول راحوا قطر ليه ومين وراهم ومين بيقبضهم، اللص اللي بياخد من جيوب الناس ويجيب، راح اشترى عربيه جديده والعربيه اللي معاه اداها للود. دي قصه كبيره بحكيها لكم بكره، معلش معلش. اصل انا مخترق اصل انا خلي بالك مخترق البيت وماليه زغاليل، بعيد عنك البيت كله زغاليل، يعني البيت مش فيه علي معلول، ده فيه علي معلول وكوكو وعبد الناصر زيدان هاريين وزغاليل بعيد عنك. اشترى عربية جديدة والعربية اللي معاه ادها الولد اللي أول حرف منه سين. فبلية الدلدول يا جماعة أنا قلت له هعذبك هعذبك والله العظيم لعذبك، عشان تقرب بس كل حرب. أنا بتكلم بمزاجي، يلا خلي بالك أنا بتكلم بمزاجي، لكن لازم تعرف دايما بقولها لك، وبعتذر للاخوه الافاضل المتابعين، انت اوسخ خلق الله. بين قوسين كده، بين قوسين، اوعى تفكر اللي عملته معايا في قطر اسيبك. ما في، بقولها لك، في الصعيدي بيسيب حقه لغايه ما، بص لغايه ما كلبشك، لولا ما اقول خلاص يا جماعه عتقت لوجه الله باذن الله تعالى. حلوه العربيه الجديده، بكرة أحكي لكم القصة بتاعتها يا جماعة. الراجل لا أصل خلي بالك يا فاروق، معاك يا كابتن. الفتنة قاعد يفتن الناس وقاعد يخرب الدنيا، ويروح يشتري عربيات ويتمتع ويولع في الدنيا، ويشتري عربيات ويتمتع ومش عارف إيه، ويروح يتسنكح. والله يا استاذ ناصر، انا بعد اللي شفته قسما بالله وشفت حوار حضرتك النهارده، والله العظيم وانا يعني متابع حضرتك وغطيت الحوار اللي كان النهارده، انا يعني والله قعدت قلت لا حول، انا والدتي كانت معايا فبتقولي لا اله الا الله، والله قالت لي نصا كده بقى البني ادم ده يعني على بلية الدلدول بقى البني ادم ده هو اللي يطلع، والراجل المحترم ده والله العظيم يا يبقى عم، قاعد يبقى قاعد ما يطلع، والله العظيم قالت لي الناس المحترمه دي ازاي ما خلي تطلعش، بالك. احنا بص نفسنا الناس، بص، ولا فرقه معايا، بس انا بص مستحيل حد يطعني في ظهري واسيبه لغايه ما اموت لو فيها رقبتي. فالعربيه الجديده انا عارف ان الخبر هيشيل اللي جابوه، فعايز اقول له بس ايه، مبروك عليك العربيه الجديده، في البدايه اتمنى لك الخير، ولا يمكن ان ندعي على اي حد حتى لو كان عدوي، وقول للوادي سوق على مهله العربية اللي ادتها له، وربنا يحرسه لك.